تعالوا بقى نروح لمنطقة تانية خالص. هنتكلم دلوقتي عن سانت كاترين. اللي من حضراتكم راح سانت كاترين أكيد عارف كم الجمال اللي هناك عامل إزاي. سانت كاترين من الأماكن السياحية المصرية المعروفة جدا حول العالم، مش بس معروفة عشان جوها وبحرها وشواطئها والغوص والصيد وما إلى ذلك، لكن كمان معروفة برياضة تسلق الجبال، ودي من الهوايات الصعبة جدا، لكن يقال إن هي من الهوايات الممتعة في نفس الوقت. قريب هنجربها معاكم ان شاء الله، ونروح وتكون معانا كاميرا البرنامج عشان نخوض مغامره تسلق الجبال. تعالوا نشوف معلومات على الماشي كده وفيديو عن تسلق الجبال في سانت كاترين. اتفضل.